لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شاهدوا ملخص اهداف شباب الوزاد وواد سوف. شباب الوزاد يستعيد توازنه بتفوقه على واد سوف بثلاثية كاملة من تسجيل مزيان بوصوف ومرغيث. هذه اهداف وملخص اهداف. شاهدوا الفيديو حتى الاخير. يلا ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناة واتركوا لنا تعليق.